هذا ورفع اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك المفدى حفظه الله وإلى سمو رئيس الوزراء المقر وإلى سمو ولي العهد بمناسبة تحقيق أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقب بطولة العالم للرجل الحديدي. وأكد سمو أن هذا الإنجاز غير المسبوق الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد وثمرة واضحة لرعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للرياضة البحرينية وأبنائه الرياضيين في مختلف الرياضات الذي ساهم في بلوغ سموه في هذه المرحلة من المنافسات وأحرازه لنتيجة مشرفة تضاف لسجل الرياضات البحرينية وسجله الرياضي الناصع بالإنجازات المتميزة. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمنافسات البطولة الذي نجح من خلاله في تخطي المتسابقين رغم قوة المنافسة والتحدي الذي أظهره المشاركون في جميع مراحل البطولة، مشيرا سموه إلى أن ذلك عكس بصورة واضحة ما يتمتع به سمو الشيخ ناصر بن حمد من إصرار وعزيمة وقوة لتخطي كل الحواجز والصعاب من أجل تحقيق هدف واحد هو عبور خط النهاية بنجاح ليتوج بطلا لهذه النسخة من البطولة. وقال سموه إنه من الجميل أن نتابع ونشاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يخطو بكل ثقة نحو بلوغ الهدف المنشود، فقد عقد عزما للوصول لبطولة العالم ونجح في ذلك، واليوم نرى سموه يتوج بطلا لعالمية الآيرون مان عن جدارة واستحقاق، وهو ما يثبت أن سموه نموذج حقيقي للرياضة الناجحة ونموذج واضح للقائد الذي لا يعرف الاستسلام. فسموه من أطلق على عام 2018 أطلق شعار عام الذهب، وهو ما حققه وحقق أهدافه ويحرز الذهب في هذا المحفل العالمي.